السلام عليكم أصدقائي، كيف حالكم؟ متابعين قناة مستر كريبتو، فيديو جديد على قناتنا، القناة مهتمة بأخبار العملات الرقمية. من الفيديو أصدقائي راح أتكلم عن موضوع مهم، وهو موضوع تحديث سعر البيتكوين وأهداف البيتكوين خلال المدى القريب. طبعا أصدقائي لازم تعرفوا أنه البيتكوين حاليا عند مقاومة خطيرة جدا جدا، هي مقاومة منطقة 27200 اللي عم نفشل بكسرة، وهذا الشيء اللي تشكل عندي نموذج يدعم نموذج المثلث. نقدر نشوف أصدقائي أنه مرة سابقة فشلنا بكسر هاي الترند، ومرة تانية وحاليا بالمرة الثالثة عم نفشل باختراق هذا الترند الهابط. حاليا بعد ارتدادنا من دعم منطقة 26800 جانا مرة تانية مقاومة 27000 دولار. أهدافي على البيتكوين حاليا أصدقائي هو إقفال شمعة أعلى منطقة 27200 ليتأكد الصعود حتى نتوجه مرة تانية لمقاومة 27400. طبعا أصدقائي البيتكوين حاليا صعب تدخل في صفقة لونج، لكن من الجيد تدخل في صفقة شورت، ويفضل حاليا صفقة شورت. بما أنه توجه وتشكل عندي على البيتكوين نموذج المثلث، فلازم يزور ترند الصاعد للمرة الثالثة. هاي زيارة ترند الصاعد أصدقائي ممكن تشكل عندي هدفين هبوطيين، الهدف الأول منطقة 26800 والهدف الثاني منطقة 26300 كدعم. هاي هي الأماكن أصدقائي يلي طبعا الأهداف الهبوطية للبيتكوين في حال نجاح نموذج المثلث اللي هو حاليا ممكن يشكل عندي لمس للترند الصاعد وتوجه لدعمين السابقين. لكن في حال اقفال شمعة 4 ساعات لازم نتوجه لمنطقة 27400. طبعا اصدقائي انا راح احين صفقة فيوتشر على البيتكوين، وراح تكون صفقة شورت. هدفي على الصفقة اصدقائي راح تكون مناطق 26300 مع ستوب لوز اقفال شمعة اعلى مناطق 27400. اي اقفال اعلى هاي المنطقة تلقائيا راح يتم ضرب ستوب لوز وخروج من الصفقة. لكن ما دام نحن بنتداول اسفل مناطق 27400 فراح استمر بصفقة البيتكوين شورت، وراح نتوجه لمناطق 26300 كهدف على البيتكوين. بنتوقع خلال الساعات القادمة يصير عندي نوع من انواع التلاعب، وبعد يصير عندي دمب على البيتكوين. بعد ما لمست منطقة 27100 يصير عندي دمب للبيتكوين وانخفاض لمناطق 26300. طبعا مجرد ما يوصل لمناطق 26300 راح اخرج من الصفقة بشكل نهائي، راح نلم ارباحي وانتظر صفقة اللونج اللي راح تكون بالمنطقة ما بين 26300 الى 26200 للدخول. بهي الاماكن اصدقائي بقدر بدخل على البيتكوين وراح يكون عندي اهداف كبيرة جدا، لهيك راح اخلي دخولي فقط من منطقة 26300 بعد انتهاء صفقة الشورت. هدف 26300 وستوب لوز 27400. أصدقائي نكون وصلنا لهذا الفيديو، أتمنى أن يكون أعجبك. لا تنسى تشترك بالقناة، الفعل الجرس، تضغط لايك حتى يوصلك الجديد في عالم الأدرقمي. مع السلامة، دمتم بخير.